كون أقارب المتوفى يجتمعون في وقت معين ولمدة 3 أيام وهم يستقبلون الناس، وربما هذا يوجد في القرى، فأهل القرية قاطبة يجتمعون في كل يوم في وقت معين لاستقبال المعزين من القرى الأخرى. ماذا يقول الشيخ صالح؟ نقول ينبغي للمسلمين أن يعملوا على تقليل هذه المسألة شيئا فشيئا حتى يتركها الناس، فإن أهل العلم إذا بينوا الحكم الشرعي فإنه يجب على عامة المسلمين التقيد بهذا البيان وأن يقللوا من هذه العادات التي لا دليل عليها من الشرع، وأيضا هي تكلف أهل الميت، تكلفهم نفقات طائلة وربما تكون من تركة الميت، حتى ربما يكون من جملة وصايا الميت أن ينفق كذا وكذا في أيام العزاء، وهذا أمر لا يجوز، وهذه الوصية لا يجوز تنفيذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالوصية إلا في حدود الثلث فأقل في وجوه الخير، أما هذا العزاء فليس هو من وجوه الخير وإنما هو من إحياء البدعة، فالواجب على العلماء أن يبينوا والواجب على المسلمين أن يمتثلوا وأن يخففوا من هذه الاجتماعات شيئا فشيئا حتى تضمحل وتظهر السنة وتموت البدعة مع البيان ومع التطبيق. أما المجري على العادات والتقاليد التي لا دليل لها من الشرع فإن هذا أمر لا يجوز. نعم.